عندي هذه الخروفه عمرها عده اشهر، عندها هذا الخراج، خراج مرض الخراريج. اذا هذا باروتيديان ابسس، باروتيديان ابسس على الجهه اليساريه، خراج باروتيديان على الجهه اليسرى، الجهه اليمنى سليمه. إذن ويسمى أيضا مرض لنفادينيت كازيوز بالفرنسية، بالإنجليزية كازيوز لنفادينيتس. أو مرض سيودو تيبركيلوزيس. مرض السل الكاذب، وليس نظير السل. نظير السل هو مرض الباراتيبركيلوزيس، هو مرض آخر سببه الميكوبكتيريوم باراتيبركيلوزيس، أما هذا سببها هي كورينوبكتيريوم سودوتيبركيلوزيس.